تخافوا، ما قرمط له شعراته. من لما كنا صغار ومنسمع لا تروح عند هذا الحلاق بقرمط لك شعراتك. بس يا ترى شي مرة سمعتوا لا تروحوا عند هاي الحلاقة بتقرمط لك شعراتك؟ رغم كل الانفتاح اللي عنا لهلأ ما شفنا ولا حلاقة رجالي، مع انه في كتير حلاقين نسواني. يا ترى شو السبب؟ ببساطة لأنه هاي الثقافة ما أنا موجودة ببلدنا، والمجتمع رح يستغرب، بس مع مرور الوقت أكيد رح يتعود. هلأ في هيك حالات بمصر وبلبنان، وعنا بالقامشلي افتتحت بنت أول صالون حلاقة رجالي. القصة كتير كتير بسيطة، مثل ما في نساء ما بيسلموا راسهم إلا لحلاق نسواني، ليش ما يصير في رجال ما بيسلموا راسهم إلا لحلاق رجالي؟ كم مرة رحتي لعند كوافير وقنعك بقصة أو لون أنت ما أنك مقتنعة فيهم؟ نفس الشي مع الشباب، حتى يمكن يكون إقناع الشاب أسهل واللوك أحلى. كل الشباب بيعرفوا إنه أول ما تقعد على كرسي الحلاق ببلش قصص عنتر وعبلة، وأنا بزمناتي وأنا بزمناتي. طيب يا ترى إذا قعدت على كرسي الحلاقة شو رح تكون القصص؟ طيب فينا نعتبر هالشي مضايقة بين الجنسين ولا بس تلاطف وأخذ وعطى عادي؟ إذا بدنا نحكي على التعب فاسألوا أي كوافير نسواني بتجاوبكم، يعني نفس التعب. عقبال حلقة العرس.